ميزات كبيرة مثل لاعبي صربيا فإننا ننتظر مواجهة قوية، وهذا ما نرغب فيه ونبحث عنه، وفي يوم المباراة يجب أن نكون بمستوى هذا الخصم. رونار سيكون محروما في هذه المباراة من خدمات ياسين بونو وأيتم النصر بعد تعرضهما إلى الإصابة، لكن البدائل موجودة لوضع التشكيلة المناسبة لمواجهة صربيا. نحن محظوظون بامتلاكنا لمجموعة منضبطة ومحفزة بلاعبين محترفين يعرفون ما هو مطلوب منهم ومستعدون الرسمية لأسود الأطلس. أشرف حكيمي ورغم عدم مشاركته مع ريال مدريد في مبارياته الرسمية، أنا ما زلت شابا وأتعلم من الجميع وحقا سعيد هناك، سعيد كذلك مع المنتخب، وهدفي هو تمثيله بأفضل صورة ممكنة. المنتخب الصربي وصل يومين قبل موعد المباراة الودية، ومدربه ملادين اعتبرها مواجهة مهمة وبقيمة كبيرة بالنظر إلى قيمة المنتخب المغربي. ستكون مباراة جميلة، فالكل يحترم المغرب لأنه منتخب جيد جدا، ونحن نعلم أن عددا مهما من اللاعبين المغاربة محترفون.